الو ها شريد تحجي صبحي مباركة. هاي العظامة داقين علي ألف مرة شبيكم؟ أتوق الواحد كنا ما قدرنا ننام من ولا تشرب الباقي اللي ها نجي هاك هذا علول حجياك أتوق صباح الخير تشرب الباقي اللي يمك سلم اللي عليه وريد أربع بيضات وعشر قرص وعزلولي معون واحد وريد الباقي اللي مسلوق حال ما تنقرب دروح روح خلي شوفوا من وين وخابركم يلا هاي ما وين باقي اللي ترى ذولا خبروني راح يجون خايب يما مصيبة مصيبة يا يما مصيبة وطاحت علينا يا يا شكو احترق التشريب ولك يا تشريب ولك هواك بعد تشريب خايب عالتوقي ماك باقي اللي بالسوق السوق ما بيها باقي اللي ابدا خايب هسه افتريت السوق كله السوق اللي بصفنا هم ما لقيت كل السواقة ما بيهن باقي اللي هينو شنو؟ ماكو باقي اللي؟ يما هسا شنو شباع السوالف؟ قولي ما سوي فضيها هسا أخابر على عبود كاشير ألو ألو عبود شلونك؟ والله بالضيم يا عدتوكي بالضيم شنو شكو خير؟ اليوم صبحنا الباقي اللي مختفية من الشوق بعد ماكو باقي اللي عدتوكي بعد ماكو باقي اللي لو مختفية مرتي ولا الباقي اللي هاش دا تحكي عبود الو عبود كاشير الو ها ايش حكيت امك اقول له الباقي اللي اختفت يقول لي لا وراح يقوم يخابر لي ويستفسر يباو لك الله يا عراق ايش راح تسوي بلي الباقي اللي وين تطوش هيك يا عراق شاذا ما اكل باقي اللي بالدنيا اكلها بالاخرة يا اعترف لك الباقلة وين؟ الباقلة باقلة اختفت لا 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 يا معرب لا لا تقتلني لا تقتلني شا تسوي بحياتك بعد من غير باقلة نموت صدور كذب هيك الباقلة عدا شعبية يا الله بيتي يصعد سوق الفشافيش